السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. لجنة متابعة وتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية تبدأ أولى محطاتها بمحافظة البريمي. تنفيذ عدد من البرامج التعليمية بالتعاون مع اليونيسف، ومن بينها مبادرة التعليم الصديقي للطفل. أهلا بكم. في محطتها الأولى بدأت اللجنة المركزية لمتابعة وتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، بدأت أعمال التقييم بمحافظة البريمي، وتأهل لهذه المرحلة ثلاثة مشاريع مثلت الجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والاقتصادية. 25 مصباحا كهربائيا لم تعد بحاجة إلى الكهرباء، الطاقة المتجددة حلت بديلا عنها، وبالتحديد طاقة الرياح. تفاصيل ذلك اختزله هذا المشروع الذي شاركت به مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، ومنها بدأت مرحلة التقييم على مستوى السلطنة. كونات المشروع هي عبارة عن أربع قطع، هذه القطع الأربع هي عبارة عن مروحة والبطارية والمنظم والقاطع الكهربائي. وفي هذه القاعة عدد من الأجهزة الرياضية، هي جزء من مشروع متكامل شاركت به مدرسة الطلائع في المسابقة نفسها، مشروع استهدف الطلاب والمعلمات وأولياء الأمور، هدف إلى مساعدة أولئك الذين يعانون من البدانة والوصول بهم إلى الأوزان الطبيعية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. استهدف مشروع الرابح الأكبر برامج مختلفة وعدة توعيات أيضا مختلفة، ومن ضمن هذه البرامج التي أقيمت في المدرسة ومن داخل وخارج المدرسة أيضا برامج توعوية صحية داخل الصفوف وفي أثناء الطابور الصباحي. فائدة المشروع إنقاص الوزن أكبر، وزن زائد، وأن نأكل أكل صحي وممارسة الرياضة. أما مشروع حصانة فهدف إلى تقديم الحصانة للطالبات في الجوانب الفكرية والمعلوماتية والاجتماعية والوطنية والدينية، وتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لديهن، ووقايتهن من الأفكار والظواهر الدخيلة على المجتمع العماني. هذا المشروع شاركت به مدرسة زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي بولاية محضة في هذه الجائزة. ما يهم الجائزة بشكل عام أن تتقدم إليها مشاريع تربوية ذات جدوى تربوية وجدوى مجتمعية تحقق في نهاية المطاف الأهداف التي تسعى إليها هذه الجائزة، وكفريق تقييم مركزي يسعى إلى التحقق من مدى فهم وإدراك القائمين على الجائزة في المحافظات التعليمية. إذن محافظة البريمي هي المحطة الأولى التي انطلقت منها رحلة اللجنة المركزية لمتابعة وتقييم المشاريع المتأهلة على مستوى السلطنة في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وذلك عن ثلاثة محاور: أنور بن زاهر الغريبي من مدرسة الطلائع للتعليم الأساسي محافظة البريمي. تنفذ وزارة التربية والتعليم عددا من البرامج التعليمية بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومن بينها مبادرة التعليم الصديقي للطفل. وللاطلاع على برامج ومشروعات المبادرة، قام وفد من وزارة التربية والتعليم واليونيسف والجمعيات الأهلية بزيارة للمدارس المطبقة لها في محافظة ظفار. أنار بالدعوة نورا، بذل المعطاء وصدق الوفاء.
متابعة مبادرات منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف التي نفذتها الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بحقوق الطفل وحماية الأطفال في المدارس والمجتمع من أهم أهداف زيارة ممثل منظمة اليونيسيف بالسلطنة وجمعية الطفل أولا لبعض مدارس محافظة ظفار. زيارة إلى مدارس محافظة ظفار للوقوف على جهود المحافظة في البرامج والأنشطة المتعلقة بتعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الطفل وحماية الطفل أيضا، وتزامنا مع أهداف مؤتمر العربي السادس الذي أقيم الأسبوع الماضي في محافظة مسقط، وكذلك لدعم خطط مكتب منظمة اليونيسيف لتدشين بعض المبادرات المتعلقة بحماية حقوق الطفل بإذنه تعالى. الوفد الزائر كانت أول زياراته لمدرسة خولة بنت حكيم للتعليم الأساسي بولاية صلالة، حيث اطلع على ما تقوم به المدرسة من أعمال وبرامج في مجال توفير العناصر المهمة التي تؤثر في رفاهية الطفل ورعاية حقوقه. احنا حنتواجد هون لبضعة أيام لزيارة المدارس وبعض المؤسسات اللي بتقوم بالخدمات المجتمعية، حاليا في صلالة، ورح نزور كمان إن شاء الله مقشن عشان كمان نشوف بعض المدارس اللي في مناطق أبعد من الصلالة. الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التجربة التعليمية، وكمان احنا عم بنطبق نظام التعليم الصديق بالطفل مع وزارة التربية والتعليم في جميع أنحاء السلطنة. كما اطلع الوفد أثناء زيارته على العديد من البرامج والمشروعات والتجارب العلمية وحلقات العمل وجلسة القيادة الطلابية التي تقام في المدرسة. كذلك تضمن برنامج الوفد زيارة لمركز الابتكار والروبوت العلمي بمحافظة ظفار. أشكر وطني عمان على توفيره جميع حقوق الطفل لي، والتي منها الحقوق الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، ودورنا نحن كقيادة طلابية في مدرسة خولة بنت حكيم على التأكيد وتوثيق هذه الحقوق في المدرسة والسعي على تعميمها في جميع أرجائها للسعي بمستوى المدرسة. هذه الزيارة جاءت للوقوف على بعض المبادرات في بعض مدارس محافظة ظفار فيما يتعلق بحقوق الطفل. محمد بن بخيت حصون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. احتفلت المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بمنتجع كراون بلازا باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 من سبتمبر من كل عام، والذي يحمل شعار السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع. في ظل التنافس العالمي لتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالموارد الاقتصادية المتنوعة الذي جعل السلطنة في مصاف هذه الدول السعية إلى تطوير كافة الثروات التي حب الله بها عمان، ويأتي القطاع السياحي في مقدمة هذه القطاعات لما تتمتع به من تنوع جغرافي وموقع استراتيجي على بحار مفتوحة وصحار شاسعة وإرث تاريخي جعل منها مقصدا سياحيا من مختلف دول العالم. لدينا كل مقومات السياحة لكننا لا نهرول إليها، إنما نمشي بخطى واثقة، وهذه هي الحكمة السائدة منذ أن تقلد مولانا حضرة صاحب الجلالة هذا حكم هذا البلد، وهو السير بالخطوات الواثقة في الاتجاه الصحيح. من خلال ما تهدف إليه وزارة السياحة والعنوان الذي طرحته المنظمة العالمية للسياحة هو السياحة والتوظيف، فهذه من أهداف الوزارة حقيقة التي تسعى إليها، وهدفنا في هذا الحفل أن تكون هناك الشركات السياحية متواجدة، وكذلك الأخوة الذين يعني يرغبون الانخراط في القطاع السياحي. الأمن والاستقرار وخصوصية المجتمع العماني السمح سمات تبوأت من خلالها عمان مكانتها على خارطة السياحة العالمية، حيث تأتي هذه الندوة التي تناولت الخطط الاستراتيجية في تطوير هذا القطاع المهم وفق الرؤية الاستراتيجية القادمة. المرشد السياحي العماني لابد أن يؤهل ويعطي الأدوات المهارية التي من خلالها يستطيع أن يقوم بدوره. طبعا ربما تكون مرحلة آنية، المرشد الأجنبي الآن متواجد
لعدم وجود لغات أخرى، هذا هو الحجة. وكذلك هذا الأمر لابد يعني أي مرحلة من أي قطاع لابد لها أرضية معينة، بمعنى في تأسيس لهذا الجانب، والتأسيس لا يمكن أن يكون دفعة واحدة. السياحة لها أهمية كبيرة، فهي رافد من روافد الاقتصاد المحلية، وأيضا هي معزز للناتج والدخل القومي. أيضا السياحة هي مثل ما نقول هي التعرف على الثقافات الأخرى والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم. أيضا السياحة هي أداة تسويق حضارية. تسعى وزارة السياحة من خلال هذه الندوات إلى الارتقاء بالقطاع السياحي في السلطنة بشكل عام. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. أخبار ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. مدينة روسية تصطبغ باللون البرتقالي في يوم النمو. أهلا بكم من جديد. آلاف الروسيين خرجوا إلى شوارع وسط مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا للمشاركة في فعاليات يوم النمور التي تقام كل عام في المدينة للتوعية بالخطر الذي يحدق بنمور الببر السبريلية المشيكة على الانقراض. المزيد في التقرير التالي. آلاف الروسيين خرجوا إلى شوارع وسط مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا يوم الأحد للمشاركة في فعاليات يوم النمور التي تقام كل عام في المدينة للتوعية بالخطر الذي يحدق بنمور الببر السيبيرية المشيكة على الانقراض. وغلب اللون الأصفر بدرجاته على مشاهد اليوم الذي ضم مسيرة شارك فيها الأطفال مرتدين سترات يغلب عليها اللونان البرتقالي أو الأصفر، والكبار أيضا حاملين بالونات ولافتات برتقالية اللون. وتعيش النمور السيبيرية بصورة رئيسية في المناطق الواقعة بأقصى شرق روسيا وشمال الصين والأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة الكورية، وتعد واحدة من أكثر الأنواع المهددة في العالم، إذ يعتقد أن أعدادها في البرية تقل عن 500 نمر، ويعيش منها في الصين نحو 20 نمرا فقط. وتقام هذه الفعاليات ليوم النمور في الشرق الأقصى منذ 20 عاما، مع أعدادها الآخذة في التناقص نتيجة أعمال الصيد غير المشروع. ويقول بيئيون إنه بالرغم من الجهود التي يبذلونها، فإن ما بين 30 إلى 40 نمرا يتعرض للقتل في غابات تياغا الروسية كل عام، وغالبا ما يجري إرسالها إلى الصين، حيث تستخدم عظامها وأجزاء من أجسادها في الطب التقليدي. تسلق آلان روبير المعروف باسم سبايدر مان الفرنسي ناطحة سحاب من 39 طابقا بدون حبال في فرانكفورت. إلى التقرير. تسلق آلان روبير المعروف باسم سبايدر مان الفرنسي ناطحة سحاب من 39 طابقا بدون حبال في فرانكفورت، وبعد نزوله من برج سكايبر الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 154 مترا في العاصمة المالية الألمانية، اعتقلت الشرطة المحلية روبير. ويشتهر الرجل ذو 57 عاما بتسلقه 165 من أعلى ناطحات السحاب في العالم بيديه العاريتين، ويقول إن عقله هو أفضل شبكة أمان عند القيام بمثل هذه الأعمال التي تتطلب شجاعة كبيرة. واتجه حاليا إلى مجال الموسيقى، حيث أصدر أول أغنية منفردة له بعنوان I Climb the World، أو أنا أتسلق العالم. ويقول إنه يتقدم في العمر ويحتاج للتفكير فيما سيفعله في المستقبل،
مضيفا أنه يريد أن يواصل شغفه في التسلق لأعوام عديدة، لكن يستحسن أن يكون حذرا. وغالبا ما تسلق روبير المباني الشاهقة دون تصريح، وتم اعتقاله لأكثر من 120 مرة، ومنحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقب أكثر رجل جرى اعتقاله في العالم. وبدأ شغفه بالتسلق منذ أن كان تلميذا، عندما حبسه والداه في المنزل أثناء خروجهما للعمل، وقرر تسلق مبنى من 7 طوابق، ومنذ ذلك الحين هو يتسلق الجبال والمنحدرات والمعالم الشهيرة كبرج خليفة في دبي وبرج إيفل. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. لجنة متابعة وتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية تبدأ أولى محطاتها بمحافظة البريمي. تنفيذ عدد من البرامج التعليمية بالتعاون مع اليونيسيف، ومن بينها مبادرة التعليم الصديقي للطفل. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.